المهم على سبب كيكون غادي كدا تتقيصو تيولي مسعور انا مقطوع انا هادي دندن شي قايعير الله صفر الله هذيك القطعه خويا كاين اللي تي هذيك القطعه اللي تيعمر بها راسو صافي شي واحد تيبغي يعمر بها راسو وصافي اما ديك القطعه راه ما كاينه ما قديتيش الصون كما كيقولوا سير كلو منين فهمتيني اما قتقول لي انا مقطوع انا كدا هادي ما ماشي سبب هذا ما درتيها ببالك راه زعما راك يعني راك مقطوع الا ما درتيهاش ببالك ونسيتيها راه ما غاتحس بحتى حاجه انا ما كنامنش بهذه القضيه ديال المقطوع بان الانسان خصو رمضان ان شاء الله شنو يدير فيه الصلاه والعباده والخدمه هذا الشيء اللي كنعرف كش الله تكاين القطعه بالرب وهي كله يسولني انا السلام عليكم رمضان مبارك سعيد للامه الاسلاميه والمغاربه نعاني واحد المشكل اللي كل عام في رمضان تيوقع بالنسبه للمقطوعين انا ما كنامنش بهذه القضيه ديال المقطوع بان الانسان خصو رمضان ان شاء الله شنو يدير فيه الصلاه والعباده والخدمه هذا الشيء اللي كنعرف كتكمل كدا هادي ما قديتيش كاع ما قديتيش الصوم كما كيقولوا سير كلو منين فهمتيني اما كتقول لي انا مقطوع انا كدا هادي ما ماشي سبب هذا لان اي حاجه كديرها في رمضان راه كتسجل عليك من عند الله وكدير فيها السيئات وكاع الناس اللي تيديروا المشاكل في رمضان وشي دابزو تيقولوا راني مقطوع راني مقطوع حتى راه ما مسلكش بدا يمشي تريني شويه يدير سبور إلى يوقشو ويمشي يصلي حتى الشهر المبارك هذا الشهر ربي تيغفر جميع الذنوب هذا الشهر المبارك راه تيغفر الله جميع الذنوب كاع اللي بدل ما داير شي ذنب الله يستر تيغفر له الله في هذا الشهر هذا وهذا الشهر بالرحمه وهذا الشهر اللي كان شي واحد داير معاه شي حاجه يمشي يتسامح معاه ويمشي يصلي ويعبد الله ويتريني ويخدم ويتهلا في والديه ولا لا وداي فكر هذا انت دابا المغرب تمشي لشي دوله اخرى اسلاميه السعوديه قطر نتي مغير حنا المغاربه وقالوا حتى الجزائريين هما اللي عندنا القضيه رمضان مقطع وكذا ما كاينش القطع واش الاسلام كاين شحال كان شي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القطع ما كتقطع فهمتي صوم عادي تيصلي تيخدم ترونكيل بالعكس رمضان خصنا عاد الصدقه تعاون المسكين فهمتي بزاف الحوايج خصك ديرهم الطاعه فهمتي داكشي داخل منهم الطاعه ما تقعك ولا وانا مقطع كنكمل حتى نتحشش هذاك ما خدمت هذاك هذيك القطعه اخويا كاين اللي تي هذيك القطعه اللي تيعمر بها راسو صافي شي واحد تيبغي يعمر بها راسو وصافي اما ديك القطعه راه ما كايناش بلا ما تبغي يعمر فيها دماغو تيديرها في بالو فهمتيني تيديرها في بالو صافي الا درتيها في بالك راه زعما راك يعني راك مقطع الا ما درتيهاش بالك ونسيتيها راه ما غاتحس بحتى حاجه بطبيعه الحال ما غاتحس بحتى لعب غتمشي غدير السبور غتريني مع راسك وغتجي غتبقى ديك الساعه المغرب تمشي تريني فيها مزيان غتجي غتفطر وغتمشي تصلي وهادي تبس حدا والديك وفرحان وضحك والنشاط والحمد لله تنقول بهم على سبب كيكون غادي كدا تتقيصو تيولي مسعور انا مقطوع انا هادي دندو شي قايعير الله صفر الله العظيم اغلبيه ديال الشباب اللي حاليا كيكميو البليه هذا يديروا الخير وصافي بر يعني راه سبتي الله يعني صفا خرتي على المله بالتالي رمضان ما دازلكش سير عاود الشهاده مأذر كما تيقولوا خصك بعدا تكون منضبط نفسيا شنو رمضان يعني خصك تعبد الله وتطيعو هذا هو رمضان اما ديك القطعه ولا داك الشيء راه ما انا اصلا ماشي دخلت في المغرب القطعه ما كايناش انا قطعه بحال كضحك على راسك النصيحه ديالي اخويا هي الانسان يمشي تريني ويدير سبور ويصلي ويعبد الله ويتقى الله وهادشي ما مسلكش بزاف بزاف خايب هادشي بزاف رمضان كريم خوتي المغاربه كنصحكم صليو وعبدوا الله هذا رمضان راه تقدر رمضان زي ما تكون المهم دير شي حاجه باش تلقى الله شكرا جزيلا خوتي رمضان مبارك عليكم كاملين ولي يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه وراحه البال باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي وشكرا لكم بزاف بزاف اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة